السلام عليكم، مرحبا بكم البنات. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا الكبرولي اللي خدمته تاع العروسه، حبيت نوريه لكم. كيما وريت لكم المره اللي فاتت درت منشور وقلت لكم بلي راني رايحه نخدم كبرولي نتاع عروسه. خيرت له هاد الالوان اللي راكم تشوفوا: غوز بودري، غوز موف، موف كلير، موف فونسي، اخضر يعني. وكذلك الاغصان درتهم بالخيط الصوف اخضر فونسي. استعملت هنايا سفيفه العريضه تاع 4 سنتيم للورود الكبار، عفوا تاع 2 سنتيم للورود الصغار. استعملت للاوراق السفيفه تاع 1 سنتيم، واستعملت تاع 2 سنتيم ايضا للاوراق. استعملت ايضا للبراعم سفيفه تاع 2 سنتيم من الغوز والموف، واستعملت البلون كاسي والورود وشويه عقاش في كل ورده من هذوك الوردات صغار كما راكم تشوفوا. القماش اللي استخدمته هنا استخدمت قماش قطيفة موشتي. قطيفة موشتي هذا هايل، خاصة في الألوان البيج والبلون كاسي، روعة روعة. حتى هذا اللون روعة كما راكم تشوفوا، يصلح للصيف والشتاء. المتر نتاعو 90000 85000. هنايا شحال احتجت؟ احتجت 2.5 مترات في هذا الفراش. خدمت 2.5 مترات، عفوا 3 مترات ونص، 2.5 مترات للفراش وحده، والباقي خدمت به المخايد، خدمت به ليناب، وخدمت به هادو الماسكات تاع الريدو، هادو اللي يشدوا بهم ريدوات، واحده منا واحده منا، وخدمت بهم هادوك ليناب، واحد طويل تاع كيما راكم تشوفوا تاع كوافيز، هذا طويل، وزوج صغار تاع طابل دو نوي. هادو كيما راكم تشوفوا زوج صغار تاع طابل دو نوي من نفس القماش. ان شاء الله يعجبها مولاته، وان شاء الله تتهنى به ويعجبكم انتما ايضا. هادوك البشبوشات الغوز ثاني شريت ولصقتهم في ليناب باش يخرجوا لي روعه ويخرج فيني. هذا هو النتيجه الاخيره، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا. واي واحده حبت مرحبا بها، نسكن في تقرت نزله او تقرت المقارين. مرحبا.